أهمية كبيرة يحملها المرسوم الملكي الصادر بشأن قرارات جديدة لإصلاح الصناديق التقاعدية، هذا ما أكده الدكتور علي المولاني رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية خلال لقاء في برنامج مجتمع واعي. أهمية المرسوم الملكي تأتي يعني في هذا الوقت بعد ما تمت دراسات يعني مؤخرا على الوضع صناديق العام، صناديق التأمين وصناديق التقاعد في البحرين. فهذه الصناديق تخضع إلى تقييم دوري من قبل مؤسسات خاصة مستقلة بحيث أن تقيم مدى قوة هذه الصناديق. ففي آخر تقييم ارتفع العدد في الصندوق أو صناديق التأمين في البحرين من 7.5 مليار في 2015 إلى ما يقارب 14 مليار دينار. فيأتي التوقيت مهم لأخذ مثل ما يقولون إصلاحات ومتابعة الإصلاحات اللي قامت بها المملكة البحرين في هذا الصدد، بحيث أن تجعل هذا الصناديق أكثر استدامة وتفي بالتزاماتها للمتقاعدين. فهذه أهمية التوقيت وتوقيت هذا القانون. طبعا هذه تعتبر الحزمة الأولى من إصلاحات، وتوقع أنه ممكن يكون في إصلاحات أخرى بعد في المستقبل.